كلام الرحمن يتلوه على مسامعنا القارئ حسين كريم رضي، نستمع له جميعا منصتين، تسبقه صلواتنا وصلواتكم أجمعين على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم
زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار نشكر القارئ حسين كريم على تلاوته العطرة جعله الله من المتمسكين بالقرآن وأهله.